وسط زخم المشهد السياسي بالأحداث المتلاحقة بين عملية انتحارية وعملية استباقية للإطاحة بذيول الإرهاب في البلاد، وبين صحة الرئيس اللي كانت محل حديث وأخذ ورد وإشاعات، المشهد السياسي كان يعيش في فترة تقلبات وعملية حشد صفوف وتحالفات. بالمقابل ائتلاف الجبهة الشعبية كان يعاني من نوبات متخلطة بالذمة اتفجرت في الفترة الأخيرة. الأزمة داخل الجبهة سببت انقسام في الصفوف وجدل كبير، انتهى باستقالة 9 نواب وحل الكتلة البرلمانية للجبهة. الحكاية ما وقفتش عند هذا الحد، واستقالة النواب رافقها انسحاب عدد من الأحزاب المكونة للائتلاف هذا وتكوين كتلة جديدة بالبرلمان تحمل نفس اسم الكتلة القديمة من قبل النواب المستقلين 9 ويترأس الكتلة البرلمانية هيكل بلقاسم. المعركة بين رئيسي الجبهة، الأول بقيادة حمل همام الناطق الرسمي للجبهة والثاني حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وشركائهم المنسحبين، والمعركة على ما يبدو أنها سياسية وقضائية، الشيء اللي أكدوا ملف قائمة الجبهة الانتخابية البلدية ببلدية تبار من ولاية باجة وتباين المواقف حول رفض قائمة الجبهة الشعبية من قبل هيئة الانتخابات. الخلاف هو قدمنا قائمة باسم الجبهة الشعبية في الانتخابات الجزئية في تبار من ولاية باجة. فوجئنا بأنه الهيئة الفرعية للانتخابات في باجة رفضت قائمة الجبهة الشعبية. شنو التعلى؟ التعلى وأنه فما ائتلاف آخر صب مركزير صبوا من أمين عام حزب الوطني الديمقراطي الموحد والمنسق متاع رابطة اليسار العمالي في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبالتالي هم اعتبروا أنه القائمة اللي تقدمت في تبار ما تتبعش للائتلاف هذاك بتاع زوج أشخاص اللي عملوا في الليزي. احنا بالتالي رفعنا قضية قلنا لا، راهو الائتلاف الجبهة الشعبية بيمثلوش الناس اللي فهمتني حبوا معناتها يسطوا على الجبهة الشعبية بطريقة ملتوية وتحت الطاولة. لومنا على الليزي لأنه الليزي المفروض أنها ترجع لنا بالنظر، ترجع لآخر معناتها للممثل القانوني اللي هو الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية الرفيق حمد الهمامي، على الأقل من زاوية الإعلام تعلموا احنا اكتشفنا الأمر بالصدفة بعد ما ترفضت قائمة تبار، وبالتالي احنا رفعنا قضية. فما معناتها هنا زوز أشخاص قدموا معناتها مشو أي حد مش يقدم معناتها باسم ائتلاف قانوني باسم الجبهة يتم قبوله. بالنسبة لنا ائتلاف الجبهة الشعبية عنده ممثل قانوني، أغلبية أحزابه معناتها ما زالت متواجدة، عملنا تحيين في المسألة هذيك وبعثنا مراسلة لليزي ولمجلس نواب الشعب وقدمنا قضية في القضاء وأنصفنا الحقيقة القضاء في المسألة هذه. بالنسبة للإشكالية القانونية اللي طرحت من طرف ليري في جهة تبار هي تقريبا تواصل نوع إشكال قانوني، نعتقد أنه فما هذا المسار باش يتواصل في تواصل مفتوح، وباعتقادي أنه الإشكالية اللي طرحت أو أساسا الإشكالية طرحت بين ليري وبين القائمة اللي تم يعني اللي تثبت باسم الجبهة الشعبية وتم رفضها لأن هناك ائتلاف آخر هو الجبهة الشعبية. الرفض كما قلت لك هو أساسا كان من ليري من الهيئة الفرعية لعدة معطيات ذكرتها لك، أنه ثم ائتلاف سياسي تكون في بداية شهر جوان، يعني هذه الإشكالية. بقى توا المسار القانوني كيفاش ننتظروا القرارات، احنا ما قدمناش تفويض حتى ممثل في تبار، واحنا بالنسبه لنا تبار ما قدمناش فيها مرشحين لانه صار نفس الطريقه اللي صارت في بلديه باردو، انه لم يتم الاتصال بمناضلي ومناضلات الحزب وحتى اعداد من الاحزاب الاخرى في هذه الدوائر، وتم الاعلان عن وجود دائره عن وجود مرشحين للجبهه الشعبيه سواء في باردو او في بلديات اخرى دون استشاره كافه الممثلين للجبهه الشعبيه. رفعنا قضيه ليزي بالقرار بتاع ليزي برفض قائمه الجبهه الشعبيه في الانتخابات الجزئيه باعتبار، وانصفنا القضاء واعتبروا انها رفض الهيئه
ما عنده حتى مبرر قانوني وهو كذلك. احنا ماناش في اطار رد الفعل، احنا في اطار مع الفعل السياسي. هو اسمه ائتلاف الجبهة الشعبية وفيه ممثل قانوني اللي هو محمد جنوب. الجدل حول البلدية واللي أصدرت في حقه المحكمة الإدارية قرار يقضي بإعادة قائمة الجبهة الشعبية ببلدية تبار إلى السباق الانتخابي، هو ركن من أركان الصراع اللي بلغ ذروته بالاستقالات من كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان وحلها، ومن ثم تكوين كتلة جديدة بها 9 أعضاء تحت اسم نفس الاسم الجبهة الشعبية. بالنسبة لنا تأسيس هذه الكتلة الجديدة اللي هي كتلة الجبهة الشعبية اللي تتكون من 9 نواب يترأسها رفيق هيكل بن قاسم وكنائب رئيس لها رفيق أيمن العلوي، هو تأسيس هذه الكتلة جاء بعد استقالة عدد كبير من في الكتلة القديمة لكتلة الجبهة الشعبية كانت تكون 15 نائب، وكذلك استقالة رئيس الكتلة القديم رفيق أحمد الصديق. هذا الكل جاء مثل أثر مخاض كبير تحدثنا عليه في الإعلام في السابق، المخاض الكبير اللي هو رفض للنقاشات، رفض للتفاوض، رفض لأن الطرفي المشكل يقعدوا على طاولة ويتحل الإشكالات المطروحة، كذلك عدم الاستدعاء سواء الكتلة الجبهة الشعبية اللي طلبت في أكثر من مرة أنها تجلس وتتناقش في هذه الخلافات. هذا الكل خلى أنه عدد كبير من المنتسبي كتلة الجبهة الشعبية في القديم أنهم يقدموا استقالتهم، وأنهم هذا أنهم يقدموا استقالتهم لا يعني أنهم تركوا وتخلوا على المشروع على الجبهة الشعبية، بل ما زالوا متمسكين بالجبهة الشعبية، وهما يعني العدد على المستقلين يخليهم باش ينجموا شكل كتلة. لما لا شكل كتلة اسمها كتلة الجبهة الشعبية وهي توا مواصلة في العمل البرلماني تاعها، ونتمنوا لها النجاح في الأيام الأشهر المزالتة. بالطبيعة احنا نعتبر أولا أن هذا الإجراء ليس له أي أفق سياسي، المعنى الوحيد والدلالة الوحيدة اللي نجموا نستنتجها منه هو أنه النواب المستقلين أرادوا إقصاء رفاقهم ورفقاتهم اللي يختلفوا معهم في الرأي داخل الكتلة، كانوا أغلبية هما كانوا 9، استقالتهم وإعادة تشكيل كتلة بنفس الاسم ما عندها حتى معنى، كانوا أنه محاولة لإقصاء من لا يتفق معهم في الرأي من داخل كتلة الجبهة الشعبية. من زاوية المعنى السياسي والأفق السياسي لا معنى له، ولا أفق سياسي له، هي محاولة فاشلة من أجل ربما الاستيلاء على عنوان الجبهة الشعبية، وإحنا نعتبره أنه في نهاية المطاف في آخر طريق ما عندها وين توصل. اليوم المسألة إحنا بالنسبة لنا نتبع فيها عند القضاء، ومن الزاوية السياسية أيضا لا يمكن لطرف واحد أنه يستولي على عنوان الجبهة ولا على مشروع الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية ما زالت متواصلة، الكتلة هذه تم استغلال ربما ثغرة في النظام الداخلي للبرلمان تم تشكيلها، ولكن احنا نعتبر انه ما عندهاش حتى معنى سياسي او افق سياسي. تأسيس كتلة الجبهة الشعبية هو مواصلة لمشروع الجبهة الشعبية اللي تأسس منذ 7 اكتوبر 2012. هذا المشروع نشوفه فيه مازال مفتوح لكافة الجبهويين والجبهويات اللي يشوفوا في انفسهم ما زالوا يحبوا يواصلوا في الأعلى تحت نطاق أرضية الجبهة الشعبية اللي تأسست عليها. هذه هو يعني ما علاش تم تأسيس كتلة الجبهة الشعبية، لهم منطقة الانقلاب كما تقول بعض الناس، ولهم المنطقة الآخر. وبين الخلافات وعمليات الكر والفر ولدت جبهة نزاع جديدة بين الفرقاء داخل ائتلاف الجبهة، الأمر اللي جعل سيناريو نداء تونس يتكرر هنا بين جبهة حمل همامي وجبهة المنجى رحوي بصفتهم أبرز مرشحي اليسار التونسي تقريبا لخوض السباق الرئاسي، ويبقى احتمال عودة الأمور إلى نصابها أمر معقد نظرا لاختلاف تشخيص المشكل الأساسي بين الأحزاب المكونة للجبهة. لنرى فريقين اثنين، الأول في البرلمان والثاني خارج قبة المجلس، وسط تساؤلات كثيرة حول الجبهة أو الجبهات والاستحقاق الانتخابي اللي يفصلنا عنه مرمى حجر.
الحوادث اللي صارت من طرف رفاقنا في حزب الوطني الديمقراطي الموحد فيها تجاوز كل الخطوط الحمراء تاع العمل المشترك، تفجير كتلة الجبهة الشعبية، معناتها كتلة قد ثابتة الوحيدة تقريبا قد ثابتة طيلة المدة النيابية، كانت مفخرة للحياة السياسية في تونس، تم تفجيرها وقتاش معناتها خلال شهرين ثلاثة من الانتخابات، بعد الذهاب نحو انه تقريبا معناتها خروج عن الجبهة الشعبية، وقت ما تمشي تحت الطاولة وراء ظهرات الناس الكل تصب معناتها ملف قانوني باسم الجبهة الشعبية عند فيليزي في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هزوز حوادث هذوما بالأساس هما اللي سكروا كل معناتها سبل الحوار ولا التواصل ولا الصلح. الخلاف راهو سياسي في العمق بين توجهات سياسية، بين مواقف سياسية، بين طريقة تعاطي الجبهة الشعبية وموقعها واستقلاليتها في المشهد السياسي التونسي. نأسف انه وصلت الامور لحد هذا، ولكن ما عندنا حتى خيار كان انه نواصل في المشروع. فمشكون معناها يشوف عكس ذلك صحيح، وهو وله الحق، مانيش باش نفرضوا عليه باش يكون في هذا الاطار او ما يكونش، لكن ما يحاولش يخرج انه الاشكاليه انه خلافات سياسيه كما يدعون، انه حزب وطد ومن معه ماشيين يجريوا للشاهد، وهذه الترهات. يعني لو صار انه كما تم المطالبه انه الحزب وطد والرفيق مشراحوي يمشي ويلتزم ويخرج للاعلام ويقول راهو انا قابل رفيق حمل همامي كمرشح رئاسي، ما تحكيش الحديث هذا. أردنا أن يكون حمل همامي هو زعيم اليسار وزعيم كافة القوى التقدمية في البلاد، وأحد العناصر المؤسسة في تونس، وأحد أهم قادتها، لكنه فضل أن يكون أمين عام لجزء من حزب العمال، خاصة بعد اللي شفناه في المؤتمر السابق. نحن بالنسبة لنا باش نواصلوا في جبهة شعبية تقطع نهائيا مع الفكر القديم اللي هو ينبني على الفكر التصفي، اللي هو ينبني على أنه الفكر الباترياركي، اللي هو ينبني على العلاقات السكتارية الضيق، هذا يزم اليسار كله، يزم كل القوى التقدمية تحاول القطع معاه باش نجمو نأسو حاجات جديدة. احنا تو دخلنا في ديناميكية تاع خدمة، ما عادش نجمو معناتها نبكو معناتها نتفرجوا، الناس معناتها تحضر في روحها. هذه نحن نعتبروا انتخابات 2019 معركة سياسية لازم نخوضها مع شعبنا، لازم نتواصلوا مع الناس، لازم نخدموا مع الناس، لازم نحضروا رواحنا هيكليا ونحضروا رواحنا معناتها لهالمحطة هذه. دونك احنا اليوم في المدى المنظور من هنا انتخابات ما عادش نجمو نحكوا على إعادة نقاش والدخول في ماراثون نقاشات من أجل معناتها إصلاح اللي ربما لم يعد ممكن إصلاحه في المدة هذه. في المستقبل ما نعرفوش، احنا ما نسكروش الباب، احنا نجمو نلتقوا مع الناس في المعارك معناتها أخرى ميدانية، نجمو نلتقوا معهم في محطات أخرى، ولما لا قد معناتها يتم معناتها النظر في المسألة هذه بعد. لكن في المدى المنظور ما عادش نجمو نحكوا اليوم على من زاوية الناس اللي تجاوزت الخطوط الحمراء هذه، ما عادش نجمو فهمتني نرجع تولي حرقوا كل مراكب العودة. نحن بالنسبة لنا مازلنا مواصلين في مشروع الجبهة الشعبية اللي نادت عليها عديد الفئات وعديد الأحزاب، ما نحبوش صحيح مش كان حزب الوطد اللي كان أساس في أنه تتأسس الجبهة الشعبية، لكن هذا الحزب وحزب ربيط اليسار والعدد كبير من النواب كان لهم دور كبير في تأسيس وفي إشعاع الجبهة الشعبية. ما نختزلوهاش في أنه محاولة افتكاك، بالنسبة لنا احنا هذا ما نذكرش فيه. ما معنى افتكاك؟ هو مشروع قائم الذات باش نوصلوا فيه. الجبهة الشعبية اليوم باقية تعمل في اجتماعات شعبية في الجهات الكل، باقية تحضر في قائمتها للانتخابات التشريعية، وباقيين نخدموا على أساس وأنه نخوضوا الاستحقاق الانتخابي القادم بأكثر ما يمكن من جاهزية. بالنسبة للمشكلة احنا نعتبروا أنه خليناها ورانا اللي صارت في الجبهة الشعبية، تبقى بعض التبعات هنا وهناك. وفي النهاية
تبقى المشكلة الأساسية حسب رأي أحد طرفين النزاع هي كيف تكون يعني الترشيح للرئاسي اللي ما نشوفوش عندها دور كبير في الواقع هذا، ونشوفوا أنه الجبهة الشعبية يعني باش يكون الورش نتاعها أنه باش يواصل انه الاشعاع، وانه الاساس هو الانتخابات التشريعيه، لكن قلنا انه من خلال خلق زخم جديد داخل الجبهه الشعبيه، من خلال خلق اطر ديمقراطيه وتشاركيه داخل الجبهه الشعبيه، نعملوا معناها ثم اكثر من مرشح، وخلي جمهور الجبهه هو اللي يختار. ما المشكل في ذلك؟ وكنا قادرين نعملوا سهل. علاش لا يلزم ثم واحد من احد؟ هذه مشوفهاش مفيدة.